الفقرة دي هنتكلم عن المكاسب من المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي على أكثر من مستوى، سواء استفادة الدولة من ثرواتها من الغاز الطبيعي بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي منه، وده هيترجم لخفض فاتورة دعم الطاقة، أو بالنسبة كمان للحفاظ على البيئة بتقليل معدلات التلوث بعوادم السيارات، وطبعا على مستوى تحقيق وفر بقى للمواطنين نتيجة لانخفاض تكلفة الغاز الطبيعي مقارنة بالبنزين والسولار. اسمحوا لي أرحب بضيفي عبر سكايب دكتور رمضان أبو العيلة، أستاذ هندسة البترول والطاقة. دكتور أهلا وسهلا بحضرتك في المواجهة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم. في البداية، إيه هي أهم مكاسب ومزايا المبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في رأيك؟ هو الحقيقة المبادرة بتأتي في إطار منظومة متكاملة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لثروات مصر بشكل عام ومن الغاز الطبيعي على وجه الخصوص. وتوقيت المبادرة هام جدا لأنه جاء مباشرة بعد تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي. المبادرة عملية واقتصادية بامتياز، وزي ما حضرتك ذكرتي بتحقق فوائد متعددة على مستوى الدولة والمواطن، وده بالإضافة إلى تحقيق فوائد بيئية وتنمية وتطوير صناعة السيارات زي ما هنقول في سياق الحديث. كمل يا دكتور. لا اتفضل. لو اتكلمنا، احنا هنتناول هذا الامر من خلال الفوائد والخطط التنفيذيه المقترحه لتنفيذ المبادره. فعلا. فيما يتعلق بالفوائد على مستوى الافراد او المواطن العادي، لو مواطن بيستهلك بنزين 92 هتقل تكلفه استخدامه بنسبه 60%. لو بيستخدم بنزين 80 هتقل تكلفته بنسبة 50%. وممكن ندي أمثلة سريعة على هذا. لو مواطن بيستهلك 5 لتر من بنزين 92 هيكلف 33.75 جنيه، لو تحول الغاز طبيعي ال 5 لتر هيبقوا بدال 6.75 يبقى 2.75، هيوفر حوالي 20 جنيه يوميا. نفس الأمر بالنسبة لمستهلك بنزين 80 هيوفر حوالي 14 جنيه يوميا، يعني 420 جنيه شهريا. ده بالنسبة للأفراد. طب بالنسبة يعني أنا هسأل حياتك بعد إذنك دكتور، كخبير بترولي، حجم التوفير اللي بتحققه فعلا الدولة من استخدام الغاز كبديل للمشتقات البترولية؟ ما هو ده الكلام، وأنا هشرح أهمية هذه المبادرة في هذا التوقيت وخطورة هذا الأمر، وهضرب أمثلة على هذا. الدولة الحقيقة استطاعت أن توفر حوالي 2.5 مليار دولار سنويا من فاتورة استيراد المشتقات البترولية والغاز الطبيعي بعد أن حققت الاكتفاء الذاتي. لتوضيح خطورة هذا الأمر بقى وأهمية الاهتمام القيادة السياسية به، فاتورة استيراد المشتقات البترولية كانت حوالي 1.3 مليار دولار شهريا، يعني 15.6 مليار دولار سنويا عام 2013. ده أدى إلى تآكل احتياطي مصر من النقد الأجنبي اللي كان 36 مليار عام 2010 وانخفض إلى 13.4 مليار دولار عام 2013. ده كان بيشير إلى وضع كارثي للاقتصاد المصري. السبب الرئيسي فيه كان فاتورة استيراد المشتقات البترولية. انخفضت بقى هذه التكلفة، وهنا بيجي اهتمام القيادة السياسية بقطاع البترول، انخفض إلى 13 مليار دولار سنويا، مع الوضع في الاعتبار انه تضاعف الاستهلاك المحلي خلال العشر سنوات الماضيه. يعني لو كنا بنستهلك 40 مليون طن وكنا بنستورد فاتوره الاستيراد 15.6 مليار دولار،
لا احنا بنستهلك دلوقتي الضعف، يعني حوالي 80 مليون طن، ومع ذلك طلت فاتوره الاستيراد الى 13 مليار. وان شاء الله بعد تحقيق ايضا الاكتفاء الذاتي من الوقود السائل البنزين والسولار بحلول عام 2023 باذن الله سوف نحقق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار، وده بيوفر ايضا حوالي 5 مليار دولار. دي الفوائد على مستوى الدولة. لو كلمنا عن الفوائد البيئية بقى، تتمثل في تقليل الانبعاثات الضارة للوقود السائل اللي هو سواء كان بنزين أو سولار، وبتتكلف الدولة حوالي 47 مليار جنيه سنويا لمعالجة التدهور البيئي. يبقى احنا هنا بنساهم أيضا في تقليل تكلفة الدولة لمعالجة التدهور البيئي. الهدف الرابع، وده في غاية الأهمية والخطورة، بيأتي إلى تنمية وتطوير صناعة السيارات في مصر والصناعات المغذية، وده هيجي من إحلال السيارات المتقدمة اللي مر عليها 20 سنة أو أكثر. طيب لتصحيح المفاهيم بعد إذنك يا دكتور رمضان، هناك خبراء شايفين إن التحويل الغاز لا يؤثر على كفاءة المحرك، محرك السيارة، كما إنه أكثر اقتصادية يعني، أو إن هو أفضل اقتصاديا. كلمنا عن ده بالتفاصيل بعد إذنك. هو طبعا زي ما قلت لحضرتك، بالنسبة للتكلفة الاقتصادية المواطن هيحقق وفرة قد إيه سنويا وشهريا. بالنسبة للمحرك يعني مفيش أي ضرر يأتي، أولا بيبقى في استخدام الغاز والوقود السائل ممكن في نفس الوقت بالتبادل، يعني يمكن عايز يستخدم غاز يستخدم، عايز يستخدم بنزين أو سولار يستخدم، ويعمل عملية التحويل. وتحويل طبعا أي سيارة للاستخدام الغاز الطبيعي بيتكلف من 8000 إلى 12000 جنيه، طبعا حسب نوع السيارة وحسب حداثتها. احنا بنهدف الحقيقة في الخطة التنفيذية لتحويل 150000 مركبة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات. ده هيكلف الدولة 1.2 مليار جنيه، هتمولها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هل في تجارب عالمية مشابهة للتجربة المصرية في التحول الغاز الطبيعي يا دكتور كوقود للسيارات؟ ممكن نتكلم عن هذه التجارب؟ يعني هو مش في ذهني حاجة محددة، لكن معظم الدول التي تستخدم الغاز الطبيعي، يعني في فرنسا هنلاقي نسبة كبيرة من السيارات بتستخدم الغاز الطبيعي، وهناك محطات طبعا لتموين السيارات بالغاز الطبيعي. في بعض بلدان أمريكا اللاتينية أيضا هناك العديد من، خاصة فنزويلا، هناك العديد من السيارات بتستخدم الغاز الطبيعي. لكن الحقيقة خليني أكلم حضرتك عن الموضوع الذي لا يقل أهمية في تلك المبادرة، وهو إحلال السيارات المتقدمة اللي مر عليها أكثر من 20 سنة. ده موضوع أيضا في منتهى الأهمية. المبادرة بتعالجه من خلال الاعتماد على الشركات التي تنتج السيارات محليا، أو التباحث مع شركات عالمية لتوطين صناعة السيارات ونقل تكنولوجيا صناعة السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي. هنا بيبقى في قيمة مضافة، بعمل حوالي لا يقل عن يعني فرص عمل لا حصر لها، وجود صناعات مغذية لصناعة السيارات. ده الحقيقة البنوك أيضا المصرية في إطار الخطة دي بترصد حوالي 15 مليار جنيه كقروض ميسرة للمواطنين
بسعر فايده حوالي 3% مده القرض من 7 ل 10 سنوات. الحافز بقى اللي الدوله عاملاه هتدي المواطن 50,000 جنيه، ده حافز اخضر بالاضافه الى قيمه تخريج السياره، والاثنين بنجمعهم وبنحطهم كمقدم للسياره عند شرائها. وزي ما قلنا البنوك رصد حوالي 15 مليار جنيه كقروض ميسرة للمواطنين. على مستوى الدولة بقى برضو هنا هناك فوائد كثيرة، كل 1000 ميكروباص بيتم إحلالها بتوفر 3 مليون دولار سنويا للدولة، كل 1000 سيارة ملاكي بيتم إحلالها بتوفر حوالي مليون دولار سنويا. تمام. طيب انا هستاذنك دكتور رمضان ان احنا نروح نشوف بعض المكاسب اللي بتحققها المبادره من خلال هذا العرض لتوضيح مزايا المبادره القوميه لاحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. نرجع لحضرتك دكتور رمضان ابو العيلة استاذ هندسه البترول والطاقه. مبادره تحويل السيارات يا دكتور بتستهدف احلال السيارات المتقادمه 250 الف سياره، هيتم البدايه ب 70 الف سياره منهم 55 الف ملاكي و 15 الف اجره. بتقرا الارقام دي ازاي وتوابعها ايه وهنحس بيها امتى؟ طبعا هي على الشورت ران مش هنشعر بيها قوي. احنا بنهدف 70,000 سياره سنويا، يعني على مدى 5 سنين هيبقوا حوالي 350,000 سياره. هنبدا نشعر بالكلام ده لما اكهن 350,000 سياره من السيارات المتحركه في مصر. طبعا هنشعر، يعني احنا لما بنروح في دول عديده متقدمه او حتى دول الخليج نادرا ما نرى سيارة مر عليها 20 سنة. فده طبعا دي خطوة على الطريق، والحقيقة لن نشعر بيها في المستقبل القريب. يعني لما حاول 70,000 سيارة مش هيبانوا قوي في ملايين السيارات اللي ماشية في مصر، لكن مع الوقت ومع الحوافز اللي بتقدمها الدولة أعتقد أنه سنقفز فوق هذا الرقم، لأن الدولة الحقيقة لما بتدي حافز 50,000 جنيه بالإضافة لقيمة السيارة المتقدمة ده الحقيقة حافز كبير. في نفس الوقت أنا لما بعمل هدف تاني وهو توطين صناعة السيارات في مصر. احنا عارفين ان كان عندنا شركة مصر للسيارات وهي شركة وطنية، الحقيقة للأسف الشديد بدأت من الستينات وكان مفروض ان هي تتطور بسرعة وتعاصر التكنولوجي الحديثة، لكن الحقيقة لم تحقق هذا. فأنا يعني سعيد جدا بأن احنا بدأنا نعتمد على شركات محلية، بنبدأ نعتمد على توطين صناعة السيارات. دي بالتأكيد هتقلل من أسعار السيارات وهتشجع المواطن أن هو بالحوافز اللي الدولة بتقدمها انه يعني يتخلى عن سيارته المتقدمه ويركب سياره جديده. وزي ما قلت انه هو هيستفيد والدوله ايضا هتستفيد مع تزايد اعداد احلال السيارات المتقدمه. طيب تحفيز المواطن ماديا ده حضرتك اتكلمت عنه، كمان تحفيز توطين صناعه وسائل النقل في مصر، الصناعات المغذيه كمان، كلمنا عن الجزئيه دي يا دكتور رمضان. طبعا الصناعات المغذية هي صناعات يعني كثيرة جدا وهتوفر فرص عمل كثيرة جدا. يعني السيارة نفسها ومكوناتها متعددة، وهناك طبعا ورش كثيرة جدا في مصر يمكن أن تساهم
في الصناعات المغذية، يعني هي بتحتاج تفصيلات كثيرة جدا، لكن لو بصينا لمكونات السيارة من الفرش والكراسي ويعني أشياء كثيرة جدا في السيارة، ورش كثيرة في مصر هتوحي الورش دي من جديد، تبدأ تشتغل مرة تانية، هتبدأ صناعة جديدة في مصر والصناعات المغذية لها، ده هتعمل نوع من الانتعاشة للاقتصاد، أنا في رأيي للاقتصاد المصري. وزي ما قلت هي مش هتظهر بشكل واضح وبشكل محسوس على المدى القريب، لكن مع الوقت الحقيقة سوف يظهر عائد اقتصادي هام على مستوى الأفراد وعلى مستوى الدولة. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا. قبل بس ما نمشي، يعني عايز اسال حضرتك عن الاثر البيئي ومواجهه التلوث البيئي من خلال تقليل العادم الناتج عن السولار والبنزين يا دكتور رمضان. هو الحقيقه زي ما برضو ما قلت لحضرتك انه في انبعاثات ضاره جدا، احنا بنشوف الجحمانات بتاعت العربيات اللي بتستخدم السولار والمازوت والبنزين المنخفض الاوكتين زي بنزين 80 وغيره، بتبقى طبعا بالاضافه الى سوء الاستخدام، يعني بتبقى احيانا الموتور محتاج نوع من التجديد وده بيهمل، وبالتالي غاز الاحتراقات اللي غاز الكربون دايوكسيد والكربون مونوكسيد وغيرها، دي غازات ضاره جدا للمواطن وعلى البيئه نفسها. يعني لو حضرتك جربتي مشيتي ورا عربيه بتطلع غاز دخان اسود، ده في منتهى الخطوره، وبيتصاعد في الجو بتعمل السحابه السوداء، ده احنا فاكرين السحابه السوداء اللي كانت بتتواجد الحمد لله قلت بشكل كثير. التدهور البيئي ده كان بيكلف الدوله مبالغ طائله ووصلت لحوالي 47 مليار دولار سنويا، فهيؤدي ايضا الى تصفيه الاجواء الى نقاء الاجواء، ولكن ايضا كما ذكرت مش هتبقى على الشورت ران او على المستقبل القريب، ولكن بدرجات ان شاء الله متسارعه ومتزايده تدريجيا ان شاء الله. بشكرك تدريجياً. شكرا جزيلا دكتور رمضان ابو العيله، استاذ هندسه البترول والطاقه، شكرا لحضرتك شرفتنا في المواجهه يا فندم.